في اتجاه دلوقتي لاستخدام الطاقة النظيفة في معظم مؤسسات الدولة، ده يمكن شفناه كتير جدا خلال الفترة الأخيرة في بعض المؤسسات والمباني الحكومية لجأت لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. هذا الاتجاه ماشي في مسار تصاعدي. عندنا وزارة الأوقاف مثلا أعلنت إطلاق مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية النظيفة. مش كده بس، كمان هيتم البدء في 33 مسجد في محافظة الوادي الجديد، والوزارة وضعت خطة محكمة متكاملة لتحول الطاقة النظيفة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على أستاذ محمد والسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. بداية لما نيجي نتكلم عن خطة الوزارة علشان أو للتحول للطاقة النظيفة. طيب، اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. خليني بدايه اقول لحضرتك ان الخطه اللي وضعتها الوزاره لبدء عمل المساجد بالطاقه الشمسيه هو تماثيلا مع خطه الدوله المصريه لاستخدام الطاقه الشمسيه والطاقه النظيفه والمتجدده، وده بيعد جزء مهم جدا طبعا بعد الكوب 27 وبعد التوصيات اللي خرجت منه. الوزاره عملت جاده على ان هي تنفذ العدد من التوصيات الخاصه باستخدام الطاقه النظيفه والمتجدده. بدانا مع محافظه الوادي الجديد، في عندنا في محافظه الوادي الجديد في المرحله الاولى 33 مسجد. في اللقاء الاخير ما بين معالي الوزير والسيد المحافظ استلم معالي الوزير قايمه ب 33 مسجد كمرحله اولى اللي تم تزويدهم بالطاقه الشمسيه، وفي الاعداد جاري الاعداد للمرحله الثانيه لعدد 50 مسجد ايضا بالمشاركه ما بين وزاره الاوقاف ومحافظه الوادي الجديد لعمل 50 مسجد في المرحله الثانيه ايضا تعمل بالطاقه الشمسيه. والوزاره بتسعى جاهده في التواصل مع باقي المحافظات لوضع خطه محكمه بالتعاون ما بين الوزاره وما بين المحافظات لتزويد المساجد بالطاقه الشمسيه. وزي ما حضراتكم عارفين الطاقه الشمسيه طاقه نظيفه، طاقه متجدده، لها فوائد كثيرة وعديدة جدا، والوزارة ماضية بكل قوة إن شاء الله عظيم تزويد العديد والعديد من المساجد بالطاقة الشمسية. طيب دكتور عبد الله، هل في سبب معين خلاكم تبتدوا بالوادي الجديد؟ والله محافظة الوادي الجديد زي ما حضرتك عارف من المحافظات يعني البيئة خصبة لسرعة التحرك في الطاقة الشمسية، وبدأنا بيها كمرحلة أولى. هي المحافظة مرحلة أولى سلمنا معاهم 33 مسجد، وعندهم مرحلة ثانية 50 مسجد، ومستمرين في التعاون مع باقي المحافظات. طيب لما نيجي نقول التحول في المساجد لاستخدام الطاقة الشمسية، متوقع ان احنا نقدر نغطي كام مسجد باستخدام الطاقة الشمسية وبعدها نقدر نغطي كل المساجد ولا لا؟ خليني اقول لحضرتك ان ده بيتم بالتنسيق ما بين كل محافظه، يعني احنا بنقعد مع كل محافظه وبندرس الموقف جيدا مع المحافظه، وكل محافظه بنبدا نعد معاها قوائم المساجد، وبعدين اول ما هنبدا ان شاء الله التنفيذ اي محافظه هنطلع حضراتكم باذن الله على الخطه بالارقام ان شاء الله. طيب التحرك من محافظه لمحافظه مش لا. استخدام المساجد الرئاسيه في كل المحافظات باذن الله ان شاء الله. مين هيتحمل التكلفه يا فندم؟ التكلفه هتبقى مشاركه ما بين وزاره الاوقاف وما بين المحافظه. ما بين المحافظه. بالظبط. مفيش اي تبرعات من اي جهه. دكتور عبد الله. سامعني يا دكتور؟ طيب احنا هنحاول نرجع تاني للدكتور عبد الله، كنا بنتكلم طبعا عن اناره عدد كبير من المساجد بالطاقه الشمسيه النظيفه في محافظه الوادي الجديد، بدانا بعدد لا باس به ولسه مستمرين كمان يا منى، لسه زي ما الدكتور عبد الله قال ان في 50 مسجد هم كمان هيدخلوا خلال المرحله اللي جايه، وقريبا يتم تعميم هذه التجربه على عدد كبير جدا من المساجد في جميع انحاء الجمهوريه. فكرة التنسيق وفكرة الشغل بين المحافظات بالتوالي، فكرة الانتهاء من محافظة ويليها المحافظة اللي بعدها، أعتقد أنه وارد جدا أنه يدخل رجال الأعمال مثلا من أبناء المحافظة، أنه يدخل شركات مختلفة تعمل نوع من أنواع الدعم أو تعمل نوع من أنواع السبونسر، يعني الرعاية للفكرة، وارد جدا أن ده ممكن يساهم في تقليل الكلفة. خلينا ناخد تاني الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. دكتور عبد الله، لو طرحنا فكرة رعاية بعض من رجال الأعمال أو من أبناء المحافظات المختلفة لهذا المشروع، هل ده وارد؟ طبعا احنا
مره اخرى يعني احنا بنرحب جدا بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني، واحنا عندنا تجارب سابقه في كده، ومؤخرا كان في تعاون من بعض مؤسسات المجتمع المدني في رفع جوائز المسابقه العالميه للقران الكريم، فاحنا طبعا بنرحب واهلا وسهلا باي تعاون. دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك.